اليوم الخميس 2 يوليو تموز. يرنم فريق الحياة الأفضل. يغفر ذنبي يسوع ربي، يغسلني ويطهر بدماه قلبي. أطلب من ربي يسوع اليوم أن يغفر ذنوبي ويطهر قلبي. يغفر ذنبي يسوع ربي، يغفر ذنبي يسوع ربي، يغسلني ويطهر بدماء قلبي. يغسلني ويطهر بدماء قلبي، يشفي أمراضي يسوع الفادي، يشفي أمراضي يسوع الفادي، يفدي يهديني من الحفرة، يهدي حياتي. فيا نفسي لا تنسي رحمته، فيا نفسي لا تنسي رحمته. قراءة اليوم من إنجيل القديس متى البشير. فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك. فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم: هذا الرجل يجدف. وعرف يسوع أفكارهم فقال: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا. وقال للكسيح: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان.
يمكن أن يصير الشعور بعدم الغفران مثل الشلل، فعندما لا يمكنني تصحيح الأمور أشعر بأنني قد وقعت في فخ غير قادر على المضي قدما، فالمستقبل مغلق ولا يمكنني النمو أو الإحساس بالحرية. هل أتذكر وقتا شعرت فيه هكذا؟ أو هل أشعر بذلك الآن؟ في إنجيل اليوم يخفف يسوع عبء الماضي عن رجل بكلمات بسيطة لكنها قوية: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك. هل ما زلت أحمل ثقل أخطاء الماضي وخطاياه؟ هل هناك أجزاء من حياتي تثقلني؟ أشياء أخاف حتى أن أسميها خطيئة؟ بينما تستمع إلى المشهد مرة أخرى، تخيل نفسك مستلقياً على ذلك السرير غير قادر على الحركة، محاصراً في مضيق. اسمع يسوع ينطق بكلمات المغفرة بصوت رقيق، ودعه يظهر قوته ليغفر بقوله: قم وامشي. فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك. فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم: هذا الرجل يجدف. وعرف يسوع أفكارهم فقال: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا. وقال للكسيح: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. إن هبة المغفرة الحقيقية التي يهبنا الله إياها هي دائماً مدخل إلى أن نحبه حباً أعمق.
ربما تريد التعبير عن شيء من هذا الآن للرب، أو ابق صامتا فقط. ويسوع واقف أمامك ينظر إليك بحب وحنان عظيمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين.